مشاهدينا أهلا بكم. لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم عرضت خلال الساعات الماضية قرارات رادعة على لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، وده بسبب سبه جماهير نادي الزمالك. مش بس كده، ده كمان اللجنة فرضت عقوبات برضو على المستشار مرتضى منصور، وده بسبب الشكوى المقدمة من ناديين ضد بعضهم البعض. وخلال تغطيتنا هنستعرض لحضراتكم كل التفاصيل الخاصة بالعقوبات، وهنوضح كمان مفاجآت بتخص القرارات دي وإيه هي الحالة اللي بتمنع تنفيذ العقوبات. اللاعب محمود عبد المنعم كهربا أصبح حديث المهتمين بالشأن الرياضي وخاصة جماهير النادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، وده بعد ما فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات رادعة عليه بسبب الشكوى اللي قدمها ضده المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. وكمان العقوبات دي طالت رئيس نادي الزمالك نفسه بسبب الشكوى اللي قدمها نادي الأهلي ضده. النادي الأهلي اتقدم بشكوى ضد رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، وده بسبب سبه اللاعب محمود عبد المنعم كهربا. ومن الناحية التانية قدم برضه رئيس نادي الزمالك شكوى ضد اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لسبه جماهير نادي الزمالك. لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المستشار عزة خميس وعضوية المستشارين محمد شيرين فهمي والمستشار عصام فريد وإيهاب عثمان وعزة أبو زيد بحثت الشكوتين وقررت اتخاذ قرارات رادعة ضدهم هما الاثنين. العقوبات اللي بتخص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وقررتها اللجنة هتكون عبارة عن تغريمه 300,000 جنيه، ويجب تسديد هذا المبلغ خلال شهر. كمان اللجنة قررت حرمانه من دخول الملاعب لمدة شهرين في المسابقات اللي بيشارك فيها نادي الزمالك. ووجهت كمان لجنة الانضباط للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خطاب رسمي بيتضمن تحذيره من العودة لفعل هذا السلوك مرة تانية، وكمان تذكيره بالقواعد الانضباطية الرياضية. نيجي بقى للعقوبات اللي بتخص اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي. اللجنة قررت إيقاف اللاعب 12 مباراة في المسابقات اللي بينظمها اتحاد كرة القدم أو رابطة الأندية، وكمان تغريمه 1,000,000 جنيه، ويجب تسديد هذا المبلغ خلال شهر. مش بس كده، ده كمان اللجنة غرمت النادي الأهلي 200,000 جنيه، ويجب تسديد هذا المبلغ خلال شهر. كمان اللجنة وجهت تحذير للنادي الأهلي من تكرار استخدام الجماهير لعبارات أو إشارات بتنطوي على إخلال بالقيم والأخلاق والقواعد الرياضية. المستشار محمد عثمان محامي النادي الأهلي فجر مفاجأة من العيار الثقيل عن عقوبات اللاعب محمود عبد المنعم كهربا وكمان دفع الغرامة. وقال محامي النادي الأهلي في مداخلة تلفزيونية إن مفيش أي عقوبات فرضت على النادي الأهلي أو حتى اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق بسبب أزمته الأخيرة، وإنه ما يعرفش إيه هي مصدر خبر توقيع العقوبات ده، وما تمش إخطار النادي الأهلي بأي عقوبات من لجنة الانضباط أو حتى اللاعب، وإن قرار العقوبة على كهربا اللي تم نشره يقال عليه فقط قرار مسرب. كمان محامي النادي الأهلي علق وقال إن ترك الأمور بالشكل ده أمر مزعج جدا وبيعمل فوضى للمشهد الرياضي، ونوه إن القرار ده اللي تم تسريبه هو أول قرار تصدره لجنة الانضباط باتحاد الكرة، وإن مفيش حاجة تمنع إن اللجنة تصدر القرار وتنشره بأي صورة كانت، لأنه يحق ليها إصدار القرار من غير ما تنتظر إعلان اتحاد الكرة. ووضح كمان إنه بدون إخطار مفيش أي قرار طالما لم يتم إبلاغ النادي الأهلي أو اللاعب، ولكن في كل الأحوال النادي الأهلي مش هيتخلى عن اللاعب محمود كهربا، ومجلس الإدارة قريب جدا هيتمكن من حل أزمة اللاعب. كمان طالب محامي النادي الأهلي بتحري الدقة فيما ينشر تحت اسم التسريب. الدكتور إيهاب الكوني عضو اتحاد الكرة أكد أن لحد دلوقت لم يتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم أي إخطارات من لجنة الانضباط،
بشأن عقود الكهرباء أو نادي الزمالك. وقال خلال مداخلة تلفزيونية إنه لحد اللحظة دي مفيش أي عقوبات تم إعلان النادي الأهلي عنها أو كهرباء أو حتى نادي الزمالك، وإن أول ما توصل قرارات لجنة الانضباط هيتم فورا اختيار كهرباء والنادي الأهلي وكمان النادي الزمالك بالعقوبات الموقعة عليهم ومن حقهم التظلم عليها. كمان الكوني قال إنه لازم تكون في قرارات مهمة لضبط الشارع الرياضي المصري. أما بقى المستشار عادل الشرباجي رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري قال إن في حالة لو اتنفذت هيتم إيقاف العقوبات، وأشار إلى إنهم تابعوا العقوبات اللي تم توقيعها من جانب لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري فيما يخص أزمة مواجهة الناديي الأهلي والزمالك في الدوري المصري، وإن في حالة تقدم أي طرف من الناديين بتظلم رسمي هيتم وقف تنفيذ العقوبات لحين البت فيها من جانب لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري. كمان الكون اختتم كلامه وقال انهم هيدرسوا التظلمات اللي هيتم ارسالها ليهم وهيصدروا قرار نهائي بشأنها. وطبعا بعد انتشار قرار توقيع غرامة جديدة على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا خلال الساعات اللي فاتت اتصدر هاشتاج كهربا جمهور الاهلي معاك ترند على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وجاءت التغريدات من جمهور القلعة الحمراء مواساة لنجم النادي الاهلي محمود عبد المنعم كهربا. بكده نكون وضحنا لحضراتكم كل التفاصيل الخاصة بعقوبات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد اللاعب محمود عبد المنعم كهربا والنادي الاهلي وكمان المستشار مرتضى منصور. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.